المجلس الوطني لحقوق الإنسان فتح هذا النقاش حول مراجعة مدونة الأسرة. هناك واحد سياق سياسي يعني متميز، وهناك بعض المنطلقات. السياق يعني هو أولا دسترت مبدأ المساواة وعدم التمييز مبني على الجنس منذ 2011 في دستور 2011، اللي يعني كرس لأول مرة في تاريخ المغرب مبدأ المساواة وعدم التمييز مبني على الجنس، وسمو القاعدة الوطنية الدولية على القاعدة الوطنية. فبالتالي الورش مفتوح منذ 2011، ولكن اللي زاد يعني أعطى حدة هو الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش الأخير، اللي أكد على يعني ما أبانه تطبيق مدونة الأسرة من يعني ثغرات ومن تناقضات بين بعض المواد. ولهذا الحركة النسائية والحركة الحقوقية والباحثين يعني حاولوا يناقشوا يفتحوا النقاش حول مراجعة شاملة ديال جميع المقتضيات التي تتعارض مع مبدأ المساواة وعدم التمييز المبني على الجنس، وذلك لتنفيذ وتنزيل يعني دستور المملكة ديال 2011، وكذلك احترام التزامات المغرب الدولية، لأن المغرب انضم لبعض الاتفاقيات التي تؤكد وتوصي بتفعيل يعني مبدأ المساواة وبفعلية الحقوق يعني الأسرية والعلاقات الزوجية بين المرأة والرجل. نحن هنا في رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمعرض الوطني للنشر والكتاب في إطار حلقة جديدة من حلقات النقاشات التي ينظمها المجلس، والتي اليوم سوف تتمحور حول موضوع أهمية ورهينية قصوى، لأنه موضوع يمس بالأسرة كخلية أساسية في المجتمع، يمس ورش تشريعي هام، ويمس مجتمع بكامله، مجتمع انخرط في مسار الحفاظ على كرامة المواطنات والمواطنين بإصدار تشريعات تحافظ على هذه الكرامة وإرساء آليات لحمايتها. إذن سوف تتمحور الندوة حول آفاق تعديل المدونة الأسرة والإشكالات والرهانات الحقوقية والرهانات المجتمعية التي تثيرها هذه المراجعة.